جدا. انا معايا كابتن محمد محسن، كابتن محمد حسني، وهو كابتن منتخب مصر. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. الف الف مبروك على دينا بركات وعلى البرونزيه اللي رجعت لنا بيها، وطبعا اكيد تحيه وتقدير لحضرتك، اكيد بذلت مجهود طبعا كبير معاها. كلمني بقى عن كواليس البطوله. اولا الله يبارك فيكي، ودينا طبعا تستاهل ان هي تعبت في التمرين جدا جدا جدا، ويعني من الناس اللي بتضغط على نفسها وبتيجي على نفسها عشان خاطر التمرين، وبتسيب الحياه خالص وتركز في تمرينها يعني. واحنا طبعا كجهاز فني بقياده الكابتن محمد موسى الديب المدير الفني لمنتخب مصر رفع الاثقال، كنا من الناس اللي سبورت ليها دايما، وبنحاول ان هي توصل لاعلى مستوى ليها وان هي تحقق احلى ارقام ليها. وكان معاها منافسه صعبه جدا يعني، حتى في الماتش كانت بلدها ايه؟ العالم. كانت البلد بلد المنافسه ايه؟ كان في معاها تركيا، كانت معاها منافسه صعبه جدا مع تركيا، مع بنتين من تركيا، وما كان معاها منافسه من اسبانيا بطله العالم، والماتش كمان على ارضها، فكان بيبقى فيه ضغط جامد جوه الماتش علشان خاطر تقدر تعمل ارقام كويسه ليها. طبعا اكيد طبعا اكيد يا طبعا يا كابتن محمد، بس بجد شكرا لحضراتكم، وان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق في 2020 اولمبياد طوكيو، واللي ان شاء الله هترجع لنا برضو بيها دينا بمركز كويس جدا ان شاء الله باذن الله، نكون شرف للمصريين كلهم باذن الله يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا جدا على مداخله حضرتك. ميرسي.